تعتبر مسابقة منتدى MITش للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي لهذا العام هو الأولى من نوعها. تغيير كبير. حقيقة سعدت اليوم بمشاريع متميزة وحضور كبير من كافة دول العالم العربي شاركت في ستارت اب كومبيتيشن في المدينة المنورة في مكان حقيقة ريادي جدا في أفكاره في مشاريعه في الأشخاص اللي موجودين فيه. حقيقة اللي تحقق في المدينة المنورة في فترة قصيرة في ريادة الأعمال كان فعلا متميز ولله الحمد. المدينة كمنطقة سابقة في ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. دعائي حقيقة المشاريع الفائزة اليوم بالتوفيق والتيسير والسداد والنجاح الدائم.